عند تجولي في المناطق التي حررها الجيش الليبي مؤخراً، تعود بك الذاكرة إلى صمود وتضحيات سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب قدمها رجال عملية بركان الغضب، والتي استمرت لأكثر من عام في حرب لم تنتهي إلى حد الآن. هي قصص أسطورية لا يعلم بها أغلب الليبيين، وقف فيها ثلة من الرجال في وجه عدوان حاول العبث بأمن عاصمة الليبيين، استخدم فيها المعتدي كافة الطرق غير المشروعة للنيل من الكبير والصغير. بعد جيهم الروس، بعدش قدموا، قعدوا حنيات الروس اللي قدموا، قدمنا شهداء احنا في هالمكان الله أكبر. الحشان اللي ملغمات هذين الناس كيف بيروح؟ الأطفال لغم في تزدان بتاع هندسة يا راجل، أدوات أطفال حاط فيه لغم بيفتح العيل، الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله اللي دحرناهم، وإن شاء الله أن ندحرهم من كامل التراب الليبي. حكايات وقصص ستروى للأجيال القادمة تؤكد أن إفشال حلم عسكرة الدولة وسيطرة ميليشيات حفتر على العاصمة لم يأتي من العبث، بل كانت وراءه فاتورة باهظة الثمن. بفضل الله سبحانه وتعالى أولا بسواعد الأبطال صمدنا لهم هنا وتبتنا لهم هنا وقارعناهم وضقناهم كأس المر. ولعل من بين هذه القصص ما سماه البعض بمعركة الخندق، التي حفر فيها منتسبو بركان الغضب خندقا طويلا في أحد المنازل وصولا إلى الجهة المقابلة التي يتمركز فيها العدو، نفذوا فيها عملية التفاف ناجحة على مرتزقة شركة فاغنر الروسية، قتل فيها العديد منهم وسيطروا على مواقع غرفة عملياتهم. طبعا هذا خندق درناه لهم لأن القناص الروسي ديهم معاش خلونا نقصوا القطران، معاش خلونا نستعمل القطران، طبعا احنا كل واحد وعقله بدماغه، ما فيش حل إلا درنا الخندق هذا باش نطلعون من قدمونه مغادي، نطلع عليهم هم تفاجئوا منين يطلعوا، مش عارف من تحت الوطن شوهم من عم تمرهم، بالله يا قعدنا لهم صمدنا لهم صمد اسطوري تباتي حتى الامر محو بروح ادخل. وعند رؤية هذه المشاهد تعود إلى الذهن أشهر قضاها هؤلاء في هذه المواقع، واصلوا الليل بالنهار في ظروف غاية في الصعوبة من أجل تأمين المواطنين وضمان سلامتهم. وزي ما تشوف هذه النقطة 13 والحمد لله هذا كله يقعد ذكريات، شوفوا من مروا لها ان احنا كيف كنا متمرمدين، كيف كنا متبهدلين لينا 6 شهور ونص و7 شهور، ورحمة الله على التريس الشهداء اللي راحوا معنا. حرب مجنونة بات حسمها قريبا، فرضت على مؤيدي الدولة المدنية، فيها قصص البطولة والإقدام أثبتت شراسة مقاتلي حكومة الوفاق الذين أفشلوا مشروعا دوليا لخمس دول دعمت أيدي الليبية حاولت العبث بالوطن وتدميره.